السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي المغاربة، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من قلب مشروع البساتين، كيف ما كيعرف الجميع الكل ينتظر بفارغ الصبر اللحظة ديال الترحيل ديال قاطيني دور الصفيح ديال تمارة لمدينة الصخيرات. اجي ونشوف الأمور فين وصلت ونشوف الأمور فين غادا. وفي هذا الفيديو هذا غادي ناخذ بعض الاعتصامات ديال الناس ونشوف الأمور كيفاش دايرة. هنا غادي ندخلوا للجي اش 3. الجي اش 3 كما كيعرف الجميع، الجي اش 3 هي السيكتور 3. كاين سيكتور 2، كاين سيكتور 1، كاين 4، كاين 5، كاين 6، كاين مجموعه من الامور اللي صراحه كتبشر بالخير. وكيف ما كتلاحظوا، كما كتلاحظوا هنايا الجريدات الامور الحمد لله على ما يرام، البرونش مود الماء والدوره كلشي داز. الجريده هنا اللي خاصه بالوليدات، الملعب ديال كره القدم، الشقاق راهم واجدين في امان الله، الشقاق في امان الله، والامور الحمد لله راه غادا مزيان. الله يسخر الامور يا ربي. كما كتوضح الصوره السيكتور 3 4 5 6 7 كل شيء كما كنقولوا واجد. بقات بعض الرتوشات المتعلقه بالجارديناج، وكما كنشوفوا الناس فرحانين، الناس باغيين وقتاش يدخلوا للسكن ديالهم صراحه، لان تعطل عليهم السكن شويه. الاشكال هو ان الجهات المسؤوله كانت علماتهم باش يوجدوا حوايجاتهم قبل رمضان، من وراء رمضان، من وراء العيد كاين شويه تاخير. واجي نسمعوا بعض الشهادات الحيه من قلب مشروع البساتين. غادي ناخذوا واحد الشهاده حيه من عند الاخت معنا اللي غتكون ان شاء الله من عندي قناه في اليوتيوب. غادي تعطينا كيفاش جاك هذا المشروع اختي. ماشي مشكل، ما عنديش مشكل تصورني ياك دوزي. السلام عليكم خويا ايوب، لاباس عليكم امورك بخير. كنشكرك بزاف اخويا ايوب على هذا المشروع الصراحه اللي عرفتينا عليه. صراحة اللي عجبني بزاف بزاف واللي زيد عجبني بزاف هو فين يلعبوا الوليدات. والصراحة المشروع زوين، المشروع نقي، والله العظيم انا كنشجع اي واحد صراحة يجي يدفع في هذا المشروع اللي سميتو بساتين. بساتين هو المشروع خاص بقاطيني دور الصفيح، يعني راه ديال الاستفادة. الناس عندهم تخوف ان الشقاق لم يكونوش زوينين ولا هذا، شنو تبغي تقولي لهم؟ اللي ما عندهم الشوق، اللي ما الناس خايفين اللي يكون السكن ما زوين، شنو كيف جاك السكن؟ لا انا صراحه كنشجع اي واحد صراحه بان المشروع نقي، واللي جيت شجعني كثر، واللي جيت خلاني صراحه باش نجي عند الاخ ايوب هو شفت لي فيديوهات ديالك صراحه، اللي ما توقعتش الواقع، ولكن دابا انف شفت بعيني صراحه المشروع عجبني بزاف 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 بزاف. ونتمنى ربي يكون من النصيب ديالي حتى انايا نجي نسكن فيه انا ووليداتي يا ربي ان شاء الله. والشكر كيبقى للاخ ايوب، والله العظيم الله يخطيك علينا والله يسهل عليك، تتبين لنا ديما الجديد وديما. ولكن اون فوا جيت شفت بعيني، يعني شفت الواقع وشفت يعني شفت الحقيقه كيفاش دايره، الحقيقه كيفاش جاك البروجي. ما نكذبش عليك انا تصدمت، وحق العظيم انا تصدمت بزاف بزاف، يعني واحد الحاجه اللي خلاتني جيت تريحت، وجيت النفسيه ديالي ارتاحت وحق الله العظيم. كنشكرك بزاف بزاف اخي ايوب، راه كلشي باين والله العظيم، كلشي كيبان. يعني الاخوان كتشوفوا الصوره غنيه عن كل تعليق، راه كنا كنوصفوا لكم المشروع كيفاش داير، ولكن ملي كيجيو الناس وكيشوفوا عن كثافه كيرتاحوا وكيفرحوا. هذا الشيء كيبشر بالخير، اللهم يسر. واش الا كان كيدل على شي حاجه فهو كيدل على الخدمه ديال المعقول اللي كاينه في هذا البروجي. نطلبوا الله لا يحاشم شي واحد مع شي حد، والله يسخر الامور يا ربي، واللهم يسر يا ربي، اللهم يسر.